تقرير احنا دايما محترم. الحقيقه بنحرص ان احنا نقدم لحضراتكم نماذج، يعني دايما ما بنحبش الكلام المرسل، لا احنا بنجيب نماذج موجوده معانا وعايشه معانا، وبنشوف قد ايه ساعات ربنا بيبقى مدينا نعم كتير جدا جدا ممكن نكون مش حاسين بيها، نشوف غيرنا ونقدر يعني في ثواني كده او دقائق معدوده ان احنا نتامل كده، وكل واحد يقدر يعمل تقييم لنفسه، ربنا مديني ايه وناقص ايه، ويبص لغيره ونحمد ربنا كتير قوي ونشتغل علشان ربنا يكرمنا. احنا هنشوف سيد، سيد النهارده نموذج يعني اعتقد ان هو هيفرق في حياه ناس كتير ومنهم اكيد انا. طفل كفيف، يعني هو طفل الاول، مش بتكلم بقى ان طفل بيشتغل بس، لا طفل كفيف لكن بيعول نفسه بيبيع مناديل. الحقيقي فعلا سيد نموذج للراجل اللي احنا بندور عليه وهو لسه طفل. نشوف سيد. عندي 17 سنة، مامتي متوفية، بابايا راجل رزوقي على الله، أنا عايش مع مرات بابايا ومع بابايا. رب يعاملك ازاي؟ يعني ساعات كويس، ساعات لما بعمل حاجة غلط بيزعقولي، جالي مية وورم على المخ، حصيت على شبكة العين، عصب بتاع العين مرض، لحقوني بسرعة الكحول اسمه مط بخراطيم واصلة لحوض المية هنا كده وقعدنا وشالوا الورم، قعدت سنة في المستشفى على ما خف، لقينا الورم اتردد تاني، وقعدنا سنة في المستشفى تاني اتردد تاني، قعدنا 6 سنين في المستشفى، كل ما نعملها يتردد تاني، لغاية ما ركبوا لي صمام ده وقالوا لي الحتة دي مش هينفع تتفتح تاني، ركبوا لي صمام بيشفطوا منه الورم، بس نفسي أفتح وأشوف، نفسي أتعلم وأقرأ قرآن وأروح مدرسة زي كل العيال. انا والله ببقى واقف في البلكونه بشوف العيال الصبح بدري وهي رايحه المدرسه بعيط، ببيع بسكوت ومناديل وكيكه، واللعب اللي انا بنضفها دي من الكراتيه وبيعها. مين بيجيبها لك؟ انا اللي بجيبها من الدكان. محدش بياخد منك فلوس بيسرقها؟ لا خالص، انا بحوشها وبجيب اللي نفسي فيه، بجيب فاكهة، بجيب ده بجيب كارت تاني من الساعة 8 لغاية بعد الظهر، بروح ارتاح شوية وانام واصحى اكل اي اكل موجود في البيت اكله، وزي ما براضي الناس يعني ربنا بيراضيني، قاعد وماسك بالونة بلعب بيها ومش واخد بالي العيال خدوا العقد من جنبي كسروه، وانا لزقت وعمال ادق فيه والزق فيه لغاية ما زهقت، والعكاز كان شكله وحش قوي ومس اهداء ربنا يا رب يخليها لنا ويخليها لي يا رب ويخليها للطيبين كلهم، جابت لي عكاز جديد. ايه الكلام العظيم اللي احنا اتعلمناه ده؟ جمله الحقيقه فعلا يا ريت كلنا نفكر فيها كتير قوي. محمد شفت سيد وهو بيقول زي ما براضي الناس ربنا بيراضيني، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ يعني بجد فعلا اعتقد ان النموذج ده يعني ممكن نتعلم منه كتير قوي قوي. الرضا، انا بجيب كل اللي نفسي فيه، مش احنا طول النهار انا عايزه وعايزه وعايزه ومش موجود واجيب منين؟ بيقول لنا انا بجيب كل اللي نفسي فيه، هو مش نفسه في اي حاجه، هو عايز بس ان هو يبقى زي بقيه الاطفال وان هو ربنا يكرمه، وممكن حد يعني لو يعني حد شاف التقرير ده واهتم بيه وعندنا الجمعيات الاهليه ورجال الاعمال كتر خيرهم ان حد يعمله العمليه، وممكن لو كان ينفع يشوف تاني. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك سيد. زي ما شفنا التقرير، انا بس فرق معايا نقطه مهمه جدا، ان احنا بنشوف النماذج دي والواحد قلبه بيتقطع، مش بس ان هم اطفال اتحرموا من ان هم يعيشوا طفولتهم، سيد مش مكانه الشارع، سيد مش مكانه يبيع مناديل. على فكره عباله الاطفال في السن ده مجرم قانونا، وما ينفعش نسيب اطفالنا.
لانه ساعتها هيكون عمره كام سنه مثلا، يعني 8 سنين او 9 سنين، ما ينفعش يقعد في الشارع ويبيع مناديل، كمان عنده ان هو فاقد بصره فما بيشوفش فبيحتاج حد يساعده. شفنا العكاز اللي ماشي عليه، فسيد مش مكانه الشارع، سيد مكانه مكان مخصص للرعايه، والرعايه هنا بتبقى رعايه صحيه كمان لان عنده ظرف صحي خاص، ورعايه كمان نفسيه ورعايه اجتماعيه. فمهم جدا يبقى في توجه كده، نشوف اطفالنا اللي موجودين في الشوارع، العماله اللي بتستغل للاسف الشديد، العماله دي بتستغل من بعض الناس بشكل سيء جدا، بتسيء استخدامهم كاطفال، فمحتاجين نفتح الملف ده، ومحتاجين الجهات المسؤوله عنه في الدوله تشتغل. العماله اللي موجوده في الشارع اللي زي سيد في نماذج كتيره جدا، فيا رب ما نشوفش المشهد ده، وربنا يرضيك يا رب، ربنا يرضيك زي ما